السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله البلوك بتاعنا هنتكلم على الاندوكراين. تمام، هبدأ معاكم الانترودكشن. الليرنينج اوبجكتيف هنشوف الديفرنس بتوين اندوكراين اند اكسوكراين جلاند. هنتكلم على الـ important endocrine gland in the body. هنشوف role of hormone as integral part of control mechanism or system. هنشوف الـ physiologic role of hormone. هنشوف illicit أو هنشوف مع بعض delivery of secretion. هنشوف الـ regulation of hormone secretion. يعني ايه endocrine gland؟ يعني a group of cells that secrete hormone. طب ايه الهرمون؟ they are chemical substance produced by gland. they are transported by the blood to target organ to regulate their activity through a receptor. the hormones are normally present in a very low concentration in the blood. ايه الفرق ما بين الاندوكراين اند اكسوكراين جلاند؟ الاندوكراين جلاند عبارة عن ductless gland secrete their product directly into blood. يبقى مجموعة cells يعني جلاند تفرز بتصنع مثلا جواها الهرمونز بتاعتها تروح بعد كده secrete it directly to the blood. اما الاكسوكراين جلاند secrete its product for example enzymes into ducts that lead to the target tissue. مثال مثلا salivary gland secrete saliva into the collecting duct which lead to the mouth. البنكرياس mixed gland composed of two type of tissue. The majority of cell in the pancreas بتبقى عبارة عن أصناعي ودي اللي ليها an exocrine A function. They secrete the digestive juices into the duodenum. أما الإندوكراين بورشن وده عبارة عن الإيلتس أوف رانجر هاند وده سيكريتد هرمون دايركتلي إنتو إيه ذا بلاد. الإمبورتنت إندوكراين جلاند إن ذا بودي عندي البيتيتري جلاند ودي عبارة عن أنتيريور أند بوستيريور. الأنتيريور منها بتطلع الجروس هرمون برولاكتين ثايرويد ستيميتينج هرمون اللي هو تي سي اتش الأدرينو كورتيكوتروبين هرمون STH الجلادوتروبيك هرمون وده عبارة عن تو هرمون يوتيلايزنج ال H and فلوكرس لودينج هرمون اللي هو FSH. طبعا كل هرمون هتاخدوه في محاضرته وهتفهموا ايه their function. البستيول بتتري جلاند دي عبارة عن ستور الأنتي نيرتيك هرمون and اكستوسين. بنقول هنا ستور لي هنا الانتيريور لما هتاخدوها في المحاضرة بتاعتها هتعرفوا ان الهرمونز بتاعتها بتصنع في الخلايا في الانتيريور بتتري جلاند نفسها. اما البوستيريور لا الهرمون بتاعتها بتصنع فين؟ في الهايبوثالاموس فوق وبعدين بتنزل تتخزن في البوستيريور بتتري جلاند. يبقى كده الثيرويد جلاند بتطلع منها ال الثيروكسين اللي هو تي 4 والتراي ايودو سيرونين اللي هو تي 3 اند كاستونين. الباراثيرويد سيكريت الباراثورمون. الايلتس اوف لانجر هانز ان بنكرياس بتطلع الانسولين الجلوكاجون. الادرينال كورتكس بتطلع الستيرون اند كورتيزول. الادرينال مضله بتطلع الادرينالين والنور ادرينالين. والأوفري إن فيميل استروجين أند بروجستيرون والتستس إن ميل بيطلع التستستيرون هرمون. وده يا جماعة هنا الإندوكراين جلاند اللي قدامنا اللي طبعا البيتيتري جلاند الثيرويد جلاند الباراثيرويد جلاند طبعا بتبقى ده بوستيريوري تمام للثيرويد جلاند. كده عندي الأدرينال جلاند اللي هو الكورتكس أند المظلة وبولا على الكدني. كده عندي البنكرياس قلنا هناخد منه اللي هو اللانجر هانز وهناخد منه بعد كده في الفيميل عندي الاوفري وفي الميل عندي التستس.
طيب المجموعة الهرم الجلاند اللي اتكلمنا عنها من شوية دي primary gland، يعني الجلاند وظيفتها الأساسية تطلع، كل جلاند تطلع specific هرمون بتاعها. طب في other site of hormone production، يعني في مثلا بعض الأورجن ليست الوظيفة الرئيسية بتاعتها إخراج هرمون، لكن عندها القدرة إن هي تخرج هرمون. بمعنى إيه؟ هايبوثالاموس ده جزء في البرين، لكن في بعض الخلايا فيه كان سيكريت بعض الهرمون زي كورتيكوتروبين ريليزينج هرمون، تمام؟ وده ليه إفكت هتاخدوه على الانتيريور بيتوتري جلاند، كنترولينج هرمون بتاعت الانتيريور بيتوتري جلاند. الكورتيكوتروبين هيأثر على الاس تي اتش. الاكسيتوسين والانتي ليتيك هرمون دول بيتصنعوا في الهايبوثالاموس، لكن بيحصل لهم ستور، بيتخزنوا في البيستيريور بيتوتري جلاند. يبقى الهايبوثالاموس ده عبارة عن جزء من البرين ليه another function ان هو regulate temperature، regulate blood pressure، لكن من ضمن الفانكشن التانية secondary function ليه اللي هو can secrete hormones. الهارت الوظيفة الرئيسية بتاعته طبعا انتوا خدتوها to pump the blood، pump the blood، لكن ما يمنحش ان الاتريا فيه can secrete atrial necrotic peptide hormone. الكيدني ذو الفانكشن الرئيسية اللي هي ان هي كان ريجوليتنج الووتر، كان سيكريت الويست برودكت، لكن ليها فانكشن تانية كان سيكريت الاستروبيوتين هرمون اللي هو ليه دور في ال RBC's maturation. البلاسينتا ليها فانكشن نيتريشن فور ذا بيبي، لكن برضه بتطلع منها هرمون هيومن كورونيك جلوتوتروبين هرمون. الدايجستيف سيستم الاستومك بتقدر تطلع الجاسترين هرمون. الاديبوس تيشو الفات، تمام، كان ريليز الليبتين، تمام. يبقى دي عباره عن organs الفانكشن بتاعتها الرئيسيه زي مثلا الهارت قلنا بامب بلاد وهكذا، لكن في كل organ منهم ليه secondary function can secrete a hormone. طب ايه role of hormone as integral part of the control system؟ طيب احنا عارفين دلوقتي ال control system اللي عندنا ال main control system في الجسم ال nervous system وال endocrine system. يبقى endocrine system مع nervous system ده كان control and regulate the complex activity of the body. طب ال nervous system انتوا خدتوه ان هو لما بيشتغل يبقى فيه عندي stimulus، ال stimulus دي بيبقى كان يفوق بعد كده response زي reflex. طيب ال nervous system كان regulate ايه؟ ها ال voluntary movement، ال muscle tone، تمام. طيب ال endocrine system ازاي هو كان control، ازاي بنعتبر كنترول سيستم؟ ان هو لما بيبقى سي محتاجين هرمون معين في الجسم يبقى في عندي نيد سيجنالينج فور هرمون سيكريشن. سي مثلا انا عايزه اطلع هرمون زي الانسولين يبقى في ستيمولس عندي اللي هي الهايبرجلايسيميا تخلي الانسولين يطلع من الكتاسيل عشان بعد كده يبدا يروح يشتغل على سي مثلا الماسل على الأديبوس تيشو عشان يدخل الجلوكوز جوه هذه التيشو عشان أبدأ أستخدم الجلوكوز جوه هذه الخلايا. يبقى الإندوكراين سيستم need signaling for hormone secretion. طيب الإندوكراين جلاند through their secretion the hormones act on multiple distant target. في بعض الهرمونز بتشتغل على multiple distant target زي مثلا الجروس هرمون، هتاخدوه هتعرفوا ان هو بيطلع من الانتيريور بيتري جلاند يروح يشتغل على مالتيبل ديستانت اورجان زي مثلا المصل، على زي مثلا يشتغل على البون، تمام. طيب many functions can be regulated by hormones which have the following physiologic role. الهرمونز في بعضها بيعمل regulation of cellular proliferation and growth،
في بعضها بيبقى regulate ال reproductive process، في بعضها regulate الميتابوليزم، وبعضها maintenance of internal environment، وبعضها regulate ال energy production and another can resist to stress. طيب ال classification of hormone طبعا اخواتي في ال biochemistry طبعا امر واجب، بس كده revision سريعا عليها، ان هي based on their chemical structure can be classified into peptide hormones, steroids and amines. peptide hormones يعني great majority بتاعت الهرمون دي، يعني اغلب الهرمونز اللي هنتكلم عنها في الجلاند بعد كده، تبقى اغلب هذه الهرمونز ايه؟ بيبتايد. رينج نقول عليه بيبتايد او بروتينز، زي رينج فروم سمول سايز بيبتايد، ممكن يبقى هرمون مثلا سفي امين اسيد، او الى في بعض الهرمونات بتبقى كبيره لارج تبقى سمول بروتينز. ان جنرال الاسم العام بتاعها بنقول عليه بيبتايد هرمون. بتشمل ايه؟ بتشمل الهايبوثالاموس اللي هو الريليزنج او الانهبيتوري هرمون، بتشمل الهرمونز اللي طالعين من البيتيوتري جلاند، بتشمل الهرمونز اللي طالعين من البنكرياس زي الانسولين مثلا، الباراثايرويد هرمون الباراثورمون اسمه باراثورمون هرمون، دول بيبقى اغلبهم بيبتايد هرمون. الاسترويد هرمون زي ار synthesized from cholesterol including secreted from adrenal cortex, testes and ovaries. الأمين هرمونز دول اللي هم بيبقى derivative from one amino acid tyrosine، يبقى from one amino acid tyrosine. بيشملوا ايه؟ الثايرويد هرمون اللي هو triiodothyronine and thyroxine، طبعا ده طالعين من الثايرويد gland. بعد كده بيشملوا كمان الكاتيكولامينز اللي هم الابنفرين او النورابنفرين او اللي قلنا عليه الادرينالين او نور ادرينالين طالعين من الادرينال ايه؟ مضلة. النقطة التانية هنتكلم عنها اللي هي delivery of secretion. طيب اول حاجة، اول نوع من انواع delivery الاندوكراين، يعني ايه الكلام ده؟ when a hormone is secreted into the blood from gland to control function of other distant cells of the body as growth hormone. يعني في عندي جلاند، الجلاند دي بتصنع قلنا هرمونها، وبعد كده بتبدأ تعمل له ريليز في البلاط، عشان كلمة delivery هنا عشان خاطر الهرمون يروح للسايت اوف اكشن، يروح للسايت اوف اكشن اللي هيشتغل عليه. ايه الدليفريز شكلها ايه؟ ففي بعض الهرمونز بتوصل للسايت اوف اكشن من خلال الاندوكراين. يعني ايه؟ من خلال الدم، ان الخلايا او الجلاند تصنع الهرمون، يروح ينزل في البلاط، يروح يمشي ويروح ديستانس، ويروح طبعا هنا عشان يشتغل على التارجت بتاعه، على التارجت اورجان بتاعه، زي مثلا زي الجروث هرمون مثلا هيشتغل على مصل، هيشتغل على بون، يبقى لازم في ريسبتور مستنيه الجروث هرمون يروح يقف عليها ويشتغل على هذه الاورجان ويدي كده ريسبونس او يديني افكت. يبقى أول نوع من أنواع الدليفري الإندوكراين. النوع الثاني باراكراين. باراكراين هنا قصتها إيه بقى؟ أنا عندي خلية أو جلاند هتطلع لي هرمونها، بس هيروح يشتغل الهرمون ده السايت أوف أكشن بتاعه قريب جنبه، نيبرينج. نيبرينج يعني هو إيه؟ قريب، مش محتاج إن هو يمشي في بلاد، هيمشي في interstitial tissue اللي هي ما بين two cells. فيبقى when a hormone released from cell and diffused through interstitial fluid and no need for blood produces a biologic effect on the neighboring cell of different type. تمام؟ زي ايه مثال؟ زي مثال البنكرياس. البنكرياس فيه مجموعة خلايا، تمام؟ say somatostatin بيطلع من دلتا cell، يروح يعمل inhibition الالفا سيل تو ديكريز الجلوكاجون هرمون. الالفا بتطلع منها الجلوكاجون، فالسوماتوستاتين يطلع من الدلتا، يروح يمشي في الانترستيشن، يروح يعمل انهبيشن للالفا سيل عشان ما تطلعش منها جلوكاجون. اوتوكراين وين هرمون بروديوسز ا بايولوجيك افكت اون ذا سيم سيل ذات ريليز ات. يعني مثلا عندي هرمون
مثلا زي الثيروكسين طلع من الثيرويد جلاند، خلاص بدأ يزيد في الدم مش عايز يطلع تاني، خلاص كفاية، فيروح يعمل اوتو انهبيشن على نفس الخلية عشان ما تطلعش الهرمون تاني، بنقول عليه اوتوكراين. النيوروكراين when the chemical messenger is released from the ending of neuron at synaptic junction act locally to control adjacent cell or neuron زي النيوروترانسميتر. طيب الكلام ده يمكن خدتوا مثال دي انتوا في المصل عند النيرف، يعني مثلا اديك عندي نيرف سيل تمام، بيبقى طالع مثلا منها الاستاليكولين ده كنوع من انواع النيوروترانسميتر، يروح يشتغل على النيورون او على مصل، فيبقى ده نوع من انواع الدليفري اسمه نيوروكراين. تمام. النوع التاني من انواع الدليفري النيورو اندوكراين وين a chemical messenger. طبعا هنا كلمة chemical messenger أشمل من كلمة hormones تمام. Released from neuron into the circulation to control the function of cell at another location as released from hypothalamic releasing or inhibiting hormone into the portal tubular system that lead to the anterior pituitary gland. الكلام ده هيبقى أوضح إن شاء الله لما تاخدوه في محاضرته، المحاضرة بتاعت البيتري جلاند، هتعرفوا إن زي ما قلنا إحنا الهايبوثالاموس ده جزء من البرين، وقلنا إن هو من ضمن الفانكشن بتاعته إن هو كان ريليز هرمون. الهرمون اللي بيطلعها في منها بعضها بتبقى استيمولاتري فبقول عليها ريليزنج، وبعضها بيبقى انهبيتوري. زي مثلا إكزامبل عندي ثيرويد ريليزنج هرمون طالع من الهيبوثالاموس، يروح ينزل في حاجه اسمها بورتا سيركيليشن، ناخدوها برضه في حضرتها. في البورتا سيركيليشن منها يروح ينزل على الانتيريور بيتري جلاند، على الانتيريور بيتري جلاند هيروح يعمل ايه؟ يروح يحفز خليه موجوده في الانتيريور بتطلع منها هرمون اسمه ثيرويد ستيمولينج هرمون. يروح الثيرويد ستيمولينج هرمون ده يطلع في الدم عشان بعد كده ايه يروح يحفز الثيرويد جلاند. فبنقول هنا اهو ده مثال نيورو اندوكراين، يعني هنا الكيميكال ميسنجر ده بتاعي طلع من نيورون تمام. اكزامبل اللي قلنا في الهايبوثالاموس ونزل في سيركوليشن هي البورتر سيركوليشن. تعال نشوف مع بعض الريجوليشن اوف هرمون سيركوليشن. عندي فيدباك كنترول، عندي نيجاتيف فيدباك وعندي بوزيتيف فيدباك. النيجاتيف معناها او هي عباره عن الموست امبورتنت اند كومون ميكانيزم فور ريجوليتنج هرمون. البوزيتيف دي ليس كومون ميكانيزم فور ريجوليشن اوف هرمون سيكريشن. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم عندنا مثال هنا، لو اكلنا مثلا اكله فيها rich in carbohydrate يبدا يزيد البلازما جلوكوز كونسنتريشن، وبالتالي هيروح يعمل ستيميوليشن للبيتا سيل اوف بنكرياس، فيبدا يحصل انكريز انسولين سيكريشن، طبعا ده هيزيد في البلازما انسولين. بعد كده يبدا الانسولين يعمل الاكشن بتاعه اللي هو يروح على التارجت سيل اللي هيشتغل عليها، اتفقنا مثلا او هنشوفها ان شاء الله ان هو هيشتغل على الماسل، على زي مثلا على الادبوس تيشو، يبدا يزود ابتيك اوف جلوكوز، فيبدا يدخل الجلوكوز جوه هذه التيشو، ولما يدخل الجلوكوز يحصل عندنا ايه النتيجه بتاعتنا، يبدا يقل الجلوكوز في الدم، فده بقى نيجاتيف. كنت بادئه بزياده، لما اشتغل الهرمون الانسولين راح بدا يدخله لي جوه الخلايا، يبقى يعمل ايه بقى ديكريز للجلوكوز. البوزيتيف فيدباك ميكانيزم مثال ليها هنا عندي الاكسيتوسين، في عندنا في ميل لاكتيتنج، يعني واحده ست بترضع ابنها، فلما البيبي ساكل
يبدأ هنا ينشأ عندي increase لل secretion of oxytocin. الأكسيتوسين ريليز ان ذا بلاد، وكده يروح للميوبيثيليال سيل اللي هي بتبقى سراوندنج للماماري جلاند، يعمل لها كونتراكشن تو سكويز ذا ميلك، فيحصل ميلك ايجكشن تو ذا ماوث اوف ذا بيبي. طبعا طول ما البيبي حاطط بقه على الليفل اوف ذا مذر وفي ساكلينج، طول ما الأكسيتوسين ستيل ريليز، طول ما طبعا في برضه سكويز، وطول ما في ايه ميلك ايجكشن. فده مثال للبوزيتيف فيدباك ميكانيزم اللي هي الاكسيتوسين والميلك ايجكشن. كده احنا خلصنا المحاضره الاولى اللي هي انتروداكشن فور اندوكرينولوجي. ثانك يو اند ويز ماي بيست ويشز.